أهلا وسهلا ومرحبا بكم. منحة رومانيا تعتبر من المنح السهلة التي تقبل عدد كبير من الطلاب من مراحل متعددة، من مرحلة الليسانس الماجستير والدكتوراه، وخصوصا المنحة الممولة من الحكومة الرومانية التي تقبل عدد كبير وليس لديها شروط عدة مثل المنح الأخرى. الآن سوف نقوم بشرح طريقة التقديم على هذه المنحة الجيدة. كما تعرفون، الدولة المستضيفة هي رومانيا، الجهة المانحة هي الحكومة الرومانية، وعندما نقول منحة ممولة من الحكومة فهي تقبل عدد كبير، وكذلك تكون شروط التقديم ليست معقدة. بالنسبة للدول المتاحة لهم التقديم، كل الدول المتاحة لهم التقديم منها الدول العربية إلا الدول الذي هما في الاتحاد الأوروبي وفي رومانيا، هم الذي لا يمكنهم التقديم، ولكن بالنسبة للدول العربية فهي متاحة لهم التقديم. المرحلة الدراسية، المراحل الدراسية التي يمكنك التقديم عليها، هناك مرحلة الإجازة المعروفة بالليسانس وكذلك معروفة بالبكالوريوس في بعض الدول، ماجستير والدكتوراه. التخصصات المتاحة التي يمكنك التقديم عليها فهي متواجدة هنا، كالهندسة المعمارية، الفنون البصرية، الثقافة والحضارة الرومانية، الصحافة، العلوم السياسية والإدارية، الهندسة، العلوم التعليمية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدراسات التقنية، النفط والغاز، العلوم الزراعية، والطب البيطري. ولكن ليست التخصصات ليست متوفرة بالنسبة للطب وطب الأسنان والصيدلة، فلا يمكنك التقديم عليهما. بالنسبة للتمويل التي تمولها هذه المنحة، فهناك رسوم دراسية تكون بالمجان، السكن مجانا متوفر كذلك، راتب شهري قدر 65 أورو للطلاب الإجازة، يعني الطلاب الليسانس، 75 أورو لطلاب الماجستير، وكذلك 85 أورو لطلاب الدكتوراه. يمكنك كذلك العمل بدوام جزئي. وعندما ترون بأن الراتب الشهري يعني بأنه قليل، يجب عليكم أن تعلموا بأن المعيشة في رومانيا فهي رخيصة جدا جدا. بالنسبة لشروط التقديم، هذه المنحة ليس بها حد أقصى للعمر للتقديم فيها، يمكنكم التقديم. لا تحتاج شهادة اللغة الإنجليزية عند التقديم، يمكنك التقديم إذا أنت خريج أو في آخر سنة من المؤهل الحالي. كذلك سيتم تقديم المنحة الدراسية لدراسات اللغة الرومانية للمرشحين الذين لا يتحدثون الرومانية، وتقدم سنة تحضيرية تكميلية واحدة في السنة، يعني سنة واحدة لدراسة اللغة. يمكن للطلاب الدكتوراه اختيار اللغة الرومانية أو لغة أخرى. كذلك الأوراق التي يجب عليك توفيرها، ويجب أن تكون الأوراق باللغة الإنجليزية، نسخة من شهادة التخرج وبيان درجات أو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه. مثلا إذا كنت تريد التقديم على مرحلة الليسانس، يجب عليك توفير شهادة تخرج الثانوية العامة أو إثبات بأنك في آخر سنة، وكذلك بيان درجات. وإذا كنت تريد التقديم على مرحلة الماجستير، يجب عليك توفير نسخة من شهادة الليسانس وغيرها، كذلك نسخة من شهادة الميلاد مترجمة إما باللغة الإنجليزية أو الرومانية أو بالفرنسية، لديك اختيارات من هات الثلاث اللغات. كذلك صورة من أول 3 صفحات من جواز السفر، ويمكنك كذلك إرفاق الهوية الوطنية بصورة من البطاقة الوطنية. كذلك شهادة طبية، يجب عليك إرفاق شهادة طبية يمكنك الحصول عليها في أقرب مستوصف متواجد في الحي التي أنت تقطن فيه أو في الساكنة، يمكنك أخذها هناك. كذلك سيرة ذاتية وكذلك صورة شخصية، وجميع الأوراق يجب أن تكون باللغة الإنجليزية وأنا أقولها. بالنسبة لآخر موعد للتقديم على هذه الفرصة فهو 15 مارس 2022، لديكم الوقت الكافي 3 أشهر كاملة للتقديم على هذه المنحة. الآن سوف نقوم بالاطلاع على الإعلان الرسمي للمنحة بالضغط على الإعلان الرسمي. بعد الضغط عليه سوف نذهب إلى هذا الموقع المخصص والموقع الخاص بوزارة الخارجية الرومانية كما تجدون هنا. هنا سوف تجد المعلومات المتعلقة بهذه الفرصة، يمكنكم الاطلاع عليها. الآن سوف نقوم بالتقديم على هذه المنحة بالذهاب إلى هنا والضغط على قدم الآن. بعد الضغط عليها سوف نذهب مباشرة على هذا الموقع، موقع المنحة وموقع وزارة الخارجية الرومانية، سوف تجدوها هنا، سكولرشيب فور نون يو اي سيتيزن، يعني منحة متوفرة فقط للأشخاص الذين ليسوا من الاتحاد الأوروبي. سوف نقوم بالضغط على أبلاي هنا. بعد الضغط عليها سوف نذهب إلى هذه الصفحة. إذا لم يكن لديكم أي
حساب على هذا الموقع، كيف يمكننا إنشاء حساب؟ يمكننا إنشاء حساب بالضغط على create your account متواجدة هنا. بعد الضغط عليها سوف نذهب إلى هذا الموقع هنا. هنا سوف تقوم بإدخال اسم الشخصي، الاسم العائلي، إدخال الإيميل، كذلك كلمة السر، وهنا إعادة كلمة السر. وبعد ذلك سوف تقوم بإدخال الكود المتواجد هنا والضغط على هذه الأيقونة بعدها، وبعدها تقوم بالضغط على Create an Account. بعدها سوف يقومون بإرسال لك كود في بريدك الإلكتروني، عليك فقط نسخ الكود ولصقه هنا. بعد ذلك تقوم بالضغط على Confirm Account للذهاب إلى الصفحة الموالية والتقديم. الآن Account was reacted successfully. سوف نقوم بالضغط على Go to Login، وهنا سوف تجدون الصفحة للتقديم. سوف نقوم بالضغط على Start your application. بعدها هنا سوف نقوم I'm not citizen in Europe. I'm not citizen European. I have no requests for protection in Romania. I'm not stating person who stay territory in Romania. I'm not a member of family member. I'm not. سوف تقوم بالضغط not benefit. I did not. بعدها تقوم بالضغط على I understand. وهنا سوف نقوم بالتقديم على 5 مراحل. هنا سوف تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية، اسم الأب، اسم الأم، وكذلك المعلومات الأخرى. بعدها نذهب إلى المرحلة الموالية، المرحلة الثانية. هنا كونتي سوف تقوم بإدخال بلد الإقامة، كذلك سيتي اوف بيرداي، رقم جواز السفر أو رقم البطاقة الوطنية، كذلك المعلومات الخاصة بجواز السفر أو البطاقة الوطنية، كونتري اوف ريزيدنس، بلد الإقامة، مدينة الإقامة، كذلك المعلومات المتعلقة بك. هنا الجنسية، سوف تقوم باختيار الجنسية. بعد ذلك تقوم بالضغط على نيكست ستيب للذهاب إلى الصفحة الموالية، وهي صفحة ابلود فايل. هنا دورينس ديجري، ماذا يعني؟ Studies and documents. هنا المرحلة التي أنت حاصل على الشهادة فيها، مثلا Bachelor degree, Desired degree of study، يعني المرحلة التي تريد التقديم عليها والدراسة في رومانيا. مثلا تريد التقديم على مرحلة Bachelor degree، دراسة ليسنس هناك، سوف أقوم باختيار Bachelor degree. وبعدها هنا Do you need a Romanian paper years؟ yes أريدها، أريد دراسة اللغة الرومانية كسنة إضافية. وهنا سوف تقوم إدخال المعلومات المتعلقة بهاي سكول جراد، النقطة التي حصلت عليها، وكذلك الدبلوما إيزيو عرب الريبوبليك أوف إيجيبت. هنا سوف تقوم باختيار البلد التي حصلت عليها على الشهادة كذلك. بعد هنا سوف تقوم بإرفاق نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، كذلك صورة من ميلاد شهادة الميلاد، وكذلك صورة من بطاقة الوطنية أو جواز سفر. كذلك هنا إذا كنت متجوز أو أعزب أو غيرها من المعلومات المتعلقة بالمتجوز أو مطلق. هنا المعلومات upload your high diploma، يعني شهادة الثانوية العامة، وكذلك upload your transcripts، بيان درجات خاصة بالثانوية العامة يعني. وهنا your certificate، لديك أي تدريبات، شهادة تدريبات التطوعات قد قمت بها، فهي اختيارية ليست إلزامية. إذا لم يكن لديك يمكنك أن تتركها فارغة. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على المرحلة الرابعة، وهي اختيار الكلية. هنا University your preferred years، هنا سوف تقوم باختيار الجامعة، مثلا التخصص، مثلا هنا الجامعة التي تريد تقديم، مثلا تريد تقديم على جامعة بوخارست، سوف تقوم باختيار مخرج كمثال. وهنا تقوم باختيار الاختيار الأول، study program selected، option prefer university، كذلك سوف تقوم باختيار mandatory، فهي اختيارية ليست إلزامية. وهنا تقوم باختيار كذلك، وهنا سوف تقوم university for preparing year، study domain you will study preparing for your Romanian languages، يعني هنا سوف تقوم باختيار سنة التحضير الذي تريد الدراسة اللغة الرومانية في أي جامعة كمثال. هنا سوف تقوم باختيار التخصص الذي تريد الدراسة، مثلا تخصص القانون متوجد متوفر، يعني تقريبا جميع التخصصات متوفرة إلى تخصص الطب وطب الأسنان والصيدلة فهو غير متاح. بعد اختيار التخصص وكذلك الاختيار الثاني الذي تريده، تقوم بالذهاب إلى Previous Your Application. وبعد الضغط على آخر مرحلة سوف تذهبون إلى هذه الصفحة، وهي آخر صفحة لتفقد المعلومات التي قمتم بإدخالها سابقة. وهنا سوف تجد آخر، في آخر صفحة تقوم بالضغط على I understand هنا. بعد الضغط عليها سوف تجدون
خانة submit your application، وهنا تقوم بالضغط على submit your application، تكون قد قدمتم على هذه الفرصة، عليكم فقط الانتظار الإيميل الخاص بهم، هل تم قبولكم أو لم يتم قبولكم. أتمنى القبول إن شاء الله، تكونوا قد حصلتم على هذه المنحة بإذن الله. الآن نكون قد انتهينا على التقديم على هذه الفرصة. إذا كانكم أي سؤال يمكنكم مراسلتنا، وسوف تجدون رابط التقديم على هذه المنحة في صندوق الوصف. شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.